البنوك التجارية تعود لمزاولة أعمالها المصرفية من جديد في مدينة المكلا، عودة تأتي بعد شلل أصاب القطاع الاقتصادي في المدينة إثر سيطرة تنظيم القاعدة عليها ونهب بنكها المركزي العام المنصرم، الأمر الذي هدد النشاط الاقتصادي وأعاق توفير السيولة النقدية. طبعا خلال العام الماضي واجهتنا احنا بعض المشاكل بإغلاق البنك المركزي والمعاملات، توقف المعاملات المالية بشكل كامل. في العام الحالي وبعد دخول قوات التحالف إلى مدينة المكلا، عاد العمل والمعاملات البنكية إلى مجراها الطبيعي بشكل سلس ومنسق بين الجهات المعنية وبين المؤسسات المالية الموجودة. عودة البنوك والمصارف للعمل تتزامن مع انهيار في أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بعد أن أقدمت ميليشيات الحوثي على نهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، ما سبب ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، بيد أن الجهود الإقليمية والأممية سارعت باتخاذ إجراءات تسهم في انتشار الوضع الاقتصادي من الانهيار الذي وقع فيه. نستنكر ما قامت به الميليشيات الإنقلابية في صنعاء ونظام المخلوع من زيارة طبع كميات كبيرة من العملة المحلية بدون غطاء نقدي، مما يؤدي إلى انهيار اقتصادي متوقع. لكن نحن نتمنى من سلطات التحالف العربي أن تقوم بتعزيز هذا الاقتصاد. والله الوضع الاقتصادي في مأساة، الناس تعبانين، الناس العمر ارتفعت، الأسعار ارتفعت. ويرى اقتصاديون أن عودة البنوك التجارية للعمل سيعزز من الحركة الاقتصادية في المدينة ذات المنافذ البرية والبحرية التي تشهد انتعاشا اقتصاديا وتجاريا ملحوظا منذ تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي أواخر إبريل نيسان الماضي. رغم تصدع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، تفتح البنوك التجارية أبوابها من جديد لتضخ عصب الحياة في المدينة المحررة. دحام بن عطية، قناة الإخبارية، المكلا.